حماس نشاط. مهم قلت غادي نوض ندير واحد الفطور زوين من بعد كيكه شويه بطبوط وداك المسمن. ها هو البراد كيشحر. ايوا مهم هذا المكان هذا اللي قدرت نديرو في هذا الصباح. نتسنى البنات يفيقوا من النعاس وخليكم معايا دوزوا معايا النهار ديال الحد كيفاش غيدوز. راه النجار غادي يجي باش يركب لنا البلاكار ونوريكم النهايه ديالها. شوفوا البلاكار كيف جا ونعطيكم افكار ونعطيكم حتى الثمن باش شحال طلع ليا. ها انتم البنات راه يلاه خرج النجار. ها انتم شوفوا الخليج راه مركنين هنايا اوف. ها هو صوب البلاكار جا زوين فريمون زوين. قولي البنات الراي ديالكم. وي البنات مهم من بعد ما ضليتنا كامل في الروينه راكم عارفين مع الشقه ونحيت حيت هاد الشنجره ديال النجار وهكا العواد ومخلفات الاصلاحات نهار كامل حنايا خدامين. مهم غادي نوريكم النتيجه ديال البلاكار. راه جا زوين رتبتنا فيه الحوايج ديالنا. راه البنات صوفيا وجود ديال رتبوا الحوايج ديالهم وتا انا رتبت الحوايج ديالي والحوايج ديال الزوج ديالي. مهم جا الشكل النهائي زوين. مهم انا غادي نوريكم البلاكارات بجوج. وهانتم البنات هذا هو البيت النعاس ديال صوفيا وجوديا. ها هو ريان هنايا راه كونسونطري كيتفرج. ياك ريان كوكو ماما جوديا حتى هي باركه. المهم ها هو بغيت نوريكم غير البلاكار اللي صوب لي النجار هذا في البيت ديال البنات. مهم راه جا زوين بزاف. مهم الفوق في هاد لابارتي فوقانيه راه دار لينا فين روجمون فين غادي ندير فيها كاع لي زافير لي ما كنستعملش. درت فيها دابا المانوط وكيلكو ساك وداكشي. وها هو البلاكار نازل مع جوج ديال البيبان واحد فيه مرايه راه هي جوديا فيه وواحد عادي. مهم هاد لابارتي هادي حلا صوفيا. صوفيا غادي لنا ديمونستراسيون ديال البلاكار. حلا صوفيا هادي راه فيها لابارتي ديال صوفيا هنايا. مهم حاولت انها ترتب لي زافير ديالها ورا دار لنا تبدل ليها تمايا دار فيها مجرب هكا بالكلي راه مخبيه ما عرفتش شنو دايره فيه. مهم وعندنا لابارتي اللي فيها المرايه الاخرى راه فيها الحوايج ديال جوديا. راه حتى هي يا راه قامت بمهمه. المهم هما راه تكلفوا بالبلاكار ديالهم ما شاء الله عليهم راه رتبوه نقطهم 10 على 10. وهذا راه كما وريتكم داك النهار هذا هو الغونجمون ديال حوايج ديال ريان. دايره فيه بون مومون دايره فيه حوايج ريان. حتى من بعد ان شاء الله ملي غادي نديرو تجديد عاوتاني ديال غرفه النوم ديال البنات غادي نشوف كيفاش ندير ليه هو الحوايج ديالو. المهم هذا متعلق بالبلاكار ديال البنات. انا غادي ندوز دابا نوريكم البلاكار ديال ديالي انا. وهذا هو ديالي البنات. هو يبدو بوخت واحد المرايه وواحد بلا مرايه. هاد الجهه هادي شكرا صوفيا. هادي راه فيها لابارتي ديالي انا. مهم ودار لينا دو تيغواغ. وعاد الجهه الاخرى بلا ما تحل هاد الوجهه الاخرى راه فيها حتى هي الحوايج ديال الزوج ديالي. مهم والفوق حتى هما دار نفس الشيء. هاديك لابارتي رونجمون درت فيها بزاف ديال الحوايج منهم المانط وشي حوايج ما كنستعملوش. هذا هو حال السكن الاقتصادي. مهم جا البلاكار زوين بزاف. البلاكار ديال البنات راه طلع ليا ب 3500 درهم والبلاكار ديالي ب 4500 درهم. ودابا البنات من بعد ما ساليت الجميع ديال الروينه ديال البلاكارات استفدت كلشي ولله الحمد. قولوا لي على سلامتكم. ضليت في الشقة في جافيل والماء وراكم عارفين مع هاد البرد اللي الدين كي كيوليو حالتهم. المهم انا حاولت انني هكا نصحح لهم شويه البشره ديالهم ولا الجلد ديال الايدين بواحد فازلين منزلي. غادي نحتاجو فيه واحد كاس ديال الزيت وشمعه. هاد الشمعه هادي غنحاولوا اننا نقردو هاد نقطعو هكا دي بتي مغصو ومن بعد غادي نديرو هاد الزيت يغلى شويه وغادي نضيفو ليه هاد الشمعه هادي حتى تذوب ومن بعد نخليوها شويه ومن بعد نديروها في شي قريعه هكا ونبداو نستعملوها.
مهم خليكم معايا مع ليزيتاب تنشوفوها على شكل فازلين. البنات غير اللي بغيت نقول لكم ان هاد الوصفه هذه انا كنت كنسمع بيها وكنقول هادشي راه زعما ماشي حاجه اللي غتكون افيكاس، ولكن ملي جربتها سيرتو يامات الاولى ديال الحجر بسبب فيروس كورونا، الناس تخلعوا منهم، حنايا كنا كنستعملوا جافي بزاف الخل بزاف لدرجه ان اليدين ديالنا طابو لينا بلا الكول والمعقم وداكشي، يديا ولاو فريمون طابو وكحالو وتمشقوا، وكنا هكا في الحجر الصحي ما عندناش ملي غادي نجيب فازلين ندير بلاصه حتى من غادي نتقدم، اضطرينا انا نصوبو هذا صوبته لي عندوستي وقلت غادي نجربو، ولكن فريمون افيكاس كيعطي واحد النتيجه خطيره. المهم غير صوبوه وما غاديش تندموا. وهانتوما البنات الشمعه راه دابت كليا، ما استغرقتش واحد الدقيقه ما كاملاش دغيا، غير كيسخن الزيت كتذوب هي غابيدمون. المهم انا غنخلي هذا حتى يبرد ويبرد شويه هكا، ما يجمدش خليه يبرد شويه، وغادي نحاول ان ندير في قرعه اللي غادي تبقى فيها هاد الفازلين ونوريكم الشكل النهائي ديالها. وها هو البنات دابا هذاك الخليط ديال الزيت والشمعه راه دفى شويه، راني درتو دابا هنايا في هاد القرعه هادي، هانتوما كما كتشوفوا راه غادي كيجمد كيولي على شكل فازلين. انا دا خليت هنا شويه في المعلقه ماما، راه كيولي فازلين وعندو لافي ديالو خطير جدا. نعم مريان، شنو بغيتي تقول لي مريان؟ شنو بغيتي تقول لي مريان؟ غير بشويه عليك، شنو بغيتي تقول لهم مريان؟ شنو بغيتي تقول لهم؟ والو واخا البنات نسيت، راني ما وريتكمش واحد البلاكارات، انا مسطيني غير البلاكارات. هاد البلاطويات هادو راني خديتهم من بيم، كانوا جابوهم بيم السيمانه اللي فاتت ونسيت ما وريتهمش لكم في البدايه ديال الفيديو. المهم راه كتجي واحد لاغام خطيره، كاين فيه هاد البلاطو الكبير، هاد البلاطو الكبير هذا راه ب 40 درهم زوين، وهاد ديال الخبز ب 20 درهم، هادي ديال الخبز راه ب 20 درهم، وكاين واحد البلاطو بس انا هاد البلاطو هذا كيجي هكا حتى فيه هكا شي طبيصلات صغيورين ولا الماء ولا كيسان ديال الماء وداكشي، وعاد كيجي معاهم هاد البلاطو الكبير. هادشي اللي درت ماشي هو هذاك، تسمحوا لي البنات ما بغيش نفوت عليكم هاد البلاطويات اللي شفتهم في هكا مواقع التواصل الاجتماعي، ومشيت للبيم باش ناخذ واحد هاد لاغام هادي، ونورمالمون ما كنتش باغا هاد الموتيف هذا، خديت في الاول هاد الموتيف هذا، ولكن كما كتشوفوا غير جبتو وهو يتهرس ليا، خديت هذا هو الاولاني ب 20 درهم وقلت غادي عجبني وقلت غادي نغد لي غادي نمشي نرجع نكمل لاغام، ولكن في الليل تهرس ليا من هنايا، بقى فيا الحال وخا ب 20 درهم ولكن بقى فيا الحال عليه. والغد ليه مشى راجلي البيم وجاب لي هاد لاغام هادي، ما لقاش هذيك الاخرى اللي كانت عجباني، جاب هاد الموتيف هذا، ولكن حتى هو زوين. هاد البلاطو هذا راه كيدير 20 درهم فريمون، لا ماتير حتى لا ماتير ديال البلاستيك زوينه، وهادي الباني ديال الخبز راه كدير 20 درهم حتى هيايا، زوينين البنات. وهاد البلاطو كان خاصني اصلا بلاطو ديال البلاستيك ما عنديش، هكا لتقديم القهوه حتى هو زوين. شوفوا البنات قداش راه ب 40 درهم البنات، والبلاستيك فريمون بلاستيك اللي هو بواحد لا ماتير زوينه، انا عجبوني. الى غير بانوا لكم هكا في بيم راه يمكن باقيين على ما اظن، حيت جابوهم بواحد الكميه كبيره، غير الى لقيتوهم خذوهم ما تندموش عليهم، بثمن مناسب جدا. هذا راه 40 درهم 20 درهم 20 درهم، وكنت بغيت ندير غام اخرى ولكن ملي تهرس لي هذا بقى فيه الحال. المهم حتى نرجع الى لقيتهم مازال راني ناخذ هادو تما راه زوينين. المهم البنات لهنا وكيسالي الفيديو ديالنا، كنتمنى ان الفيديو نال اعجابكم وتكونوا خديتوا فكره على البلاكارات وعلى الفازلين المنزلي والبلاطويات اللي خديت اوسي من بيم. المهم راه حنا انا درت فازلين
هي فيدي هي دابا تلصبح ان شاء الله وغادي نغسلها وغادي نكتفي بهاد القطعه ديال الكيك وشوكولا وغادي نمشي نعس. تصبحوا على خير الى الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.